وسط دبابات وسيارات محترقة وبقايا مبان وجسور مدمرة، عاد القطار ليشق طريقه بين بغداد والفلوجة بعد انقطاع دام سنوات. وتجسد المشاهد على امتداد الرحلة ضراوة المعارك التي دارت في تلك المناطق لطرد تنظيم الدولة الإسلامية. من الفلوجة إلى بغداد الخط مدمر تقريبا 45 ضربة بين تدمير بين هاون، فجت التوجيهات من السيد المدير العام أنه نعمل على إصلاح الخط. بلشنا بالعمل على إصلاح الخط فعلا، الناس مستغربة. ولا ينطلق القطار الصيني الصنع بسرعة تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة للحفاظ على قضبان السكة التي أصلحت بجهود العاملين في القطاع. وبالنسبة للمسافرين هو البديل الوحيد عن الطرق المزدحمة التي تعج بالغبار. هسه صار القطار أسهل عندنا، يعني من نروح لبغداد نرجع من بغداد للفلوجة، يعني فد شيء ممتع. احنا كنا قبل نعاني من السيطرات، نطلع من المتاخرين نصل شوية، الزحامات صعبة. هسه لا، سهلت الأمور على هواي شغلات، على المواطنين، على الموظف، على كل شيء. وثانيا التذكرة رخيصة. ويسعى العراق الذي تمتد بين مدنه 2000 كيلومتر من خطوط سكك الحديد إلى إحياء سكك تؤمن وصل جميع مناطق البلاد ببعضها. وتبذل السكك الحديد حاليا جهودا لإعادة افتتاح الخط الذي يمتد من بغداد إلى سامراء وتكريت وبيجي. وتبقى المهمة الأصعب تأمين الوصول إلى سوريا أو الموصل، المعقل الرئيسي السابق لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.